آخر رحلة كانت تقريبا مع واحد أسباني عجوز، كان مرة عجوز. أنا اللي لفت انتباهي إنه كان عجوز وكان يبغى يعرف تاريخ المدينة، وأهم شيء عنده القبة الخضراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، أنا عبد المجيد وهذا بودكاست المدينة المنورة ضمن سلسلة بودكاست المدن السعودية أحد منتجات سماوة. في هذا البودكاست نساهم في إخراج محتوى المدينة بشكل يليق بذائقة مستمع ومشاهد اليوم، وأيضا نساهم في إثراء المحتوى العربي المفيد. ضيفتنا لهذا اليوم هي إحدى رائدات الإرشاد السياحي الأستاذة عبير النجار، وهي مختصة في التاريخ الإسلامي وأيضا أول مرشدة سياحية مرخصة في المدينة المنورة. حياك الله أستاذ عبير. حياك الله وأهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المجيد وجميع المشاهدين والمستمعين الكرام. الله يسعدك. احنا بنشوف ما شاء الله تبارك الله الحلقات او اللقاءات اللي بتسووها بخصوص الارشاد السياحي، وصراحة يعني جانا فضول نعرف عن النشأة وعن التعليم وايضا السكن وكيف نشأ هذا الاهتمام في هذا المجال، فودنا تعطينا نبذة وتغوصي فينا في هذا في هذا الموضوع يعني بشكل مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول احب اعرف عن اسمي بالكامل، عبير بنت عبد اللطيف محمد النجار، والدتي السيدة فاطمة بنت الشيخ أو الرئيس إبراهيم محمد إبراهيم السمان. نشأت وتربيت وترعرعت وحياتي طفولتي كانت في حي بضاعة، حي من أحياء المدينة قديما تم إزالته، فكانت هذه مراحل أو بداية حياتي كطفلة. طبعا أنا البنت الوحيدة مع أخواني الله يحفظهم ويهديهم يا رب، فممكن تكون كمان التربية أثرت شوية علي في أنه كشخصية كأسلوب كصفة عامة كسمات شخصية تمام. طبعا في البداية أتربيت في حارة بضاعة أو حي بضاعة، فكنا دائما وإحنا صغار في الشارع بنلعب مع الأولاد الجيران وكذا، فكانت حي بضاعة عبارة عن الحياة القديمة بصفة عامة، كانت شوارع صغيرة وضيقة، فلما يجي الزائر والمعتمر ما يعرف من فين يروح الحرم، يروح يمين حيودي على دخله على حوارم، فكنا دائما إحنا ندله يروح يمين يروح يسار لين ما نطلع الشارع الرئيسي لو السيارات نرجع مرة ثانية الحارة تبعتنا. فهذه كانت بداية الحقيقية للإرشاد، يمكن مو أنا الواحد، يمكن جميع أولاد المدينة اللي كانوا في الحواري قريب من الحرم كنا نفس النظام بنعمله. وكانت نشأتك كلها في المدينة من البداية؟ نعم في طيب المدينة وأبويا وأمي والعيلة، يعني بفضل الله كل أبا عن جد في المدينة ما شاء الله تبارك الله. وإيش كان التعليم والدراسة اللي درستوها بخصوص؟ طبعا درست الابتدائية في الابتدائية الخامسة في باب المجيدي أو حارة في حي بضاعة، المتوسطة الثالثة، بعدين ثانوية عبد الباري الشاوي، بعدين جامعة الملك عبد العزيز قبل تقريبا كم سنة. تخصصت في البداية سبحان الله تربية أسرية، ولكن حبي وعشقي سبحان الله للتاريخ دفعني لهذا المجال، مع أنه هذيك الأيام كانوا يقولوا ما في وظائف، الوظائف صعبة فيه وكده، بس لا أنا أحب التاريخ. يعني من إحنا صغار لما كنا نسافر كنا بنروح ندرس، يعني نشوف المتاحف في الأماكن اللي كنا نسافرها، نشوف تاريخهم، نشوف حضارتهم. طب إحنا كانت دائما يراودني الموضوع هذا في بالي، بالإضافة إنه لما كنا صغار كان الوالد الله يرحمه يودينا على سيد الشهداء، نروح هناك نحط جلستنا، بسكليتات، قهوتنا، شاهينا، نروح على المسجد ذو الحليف، الميقات، لما يجي السيل نروح نجلس على وادي العقيق، فنبغى نعرف هذه الأشياء التاريخ. فكان يقول دائما هذا الوادي المبارك، وهنا سيدنا حمزة، سيد الشهداء، عمي رسول الله، لا وأخوه بالرضاعة، هنا غزوة أحد، فكده رؤوس أقلام. هذا الوالد؟ الوالد أيوة الله يرحمه. كان تخصصه؟ لا، أبوي كان في الأمارة الله يرحمه. أيوه. فكنت أنا دائما معلي، كنت البنت الوحيدة. أيوه. فكان الله يرحمه كان دائما مخليني معاه، وكنت القيادية حقت إخواني. سلام. وأمي الله يحفظها يا رب طول بعمرها، كانت المسافر كانت تعشق التاريخ، المتاحف، الأماكن الأثرية، كانت دائما بس قول لها إحنا يعني ايش بروح نسوي، طب تعالوا انتوا بس اسمعوا، تعالوا تحكينا القصص، واحنا كاطفال نحب نسمع القصص وفي المكان اللي موجود، فهذا الشيء اعطاني الشغف. يا سلام. فبدات قصه التاريخ بكالوريوس من جامعه الملك عبد العزيز، مع انه كثير كانوا معارضين، ولكن سبحان الله فضل الله عز وجل، القراءه، الاطلاع، التعمق في الصحابه، في تاريخ الصحابه، في تاريخنا الاسلامي، هذا كله بدا من البدايه من الصغر. يعني تركت التخصص السابق ولا كملتي؟ لا، تركت التربية الأسرية، تركته، تحولت للتاريخ، مع أنه ما كان لي مستقبل، يعني صحباتي يقولوا لي ما له داعي، يعني خليك في هذاك التخصص، سبحان الله ما في.
ما ارتحت له. ما ارتحت، أعشق التاريخ. أستاذ عبير، لو تحدثين عن خبرتكم في مجال الإرشاد السياحي، أتوقع يعني لكم فترة طويلة، فممكن بس لو تعطينا خبرتكم في هذا المجال. زي ما قلت إنه الإرشاد السياحي كان منذ الصغر معانا، ولكن بدأ يتقنن بعد ما نزلت أول رحلة سياحية كانت مع العائلة، وكان المرشد السياحي وقتها الأستاذ عبد الله العباسي الله يذكره بالخير، هو حاليا دكتور. بعد ذلك بدأت بعد الرحلة هذه بدأت أدخل أتعمق في المعالم، بدأت أقرأ، بدأت أطلع. مركز دراسات وبحوث المدينة كانت وقتها عاصمة المدينة، عاصمة السياحة الإسلامية، كانوا عاملين دورات مكثفة عن غزوة الخندق، عن معالم المدينة. بدأت أدخل في كل دورة. هذا بعد الجامعة ولا أثناء الجامعة؟ لا بعد الجامعة. بعد الجامعة. بعد الجامعة تقريبا بأربع سنوات تقريبا في هذه الحدود، والله ناسية. وقبل عام 1432 بدأت الموضوع هذا. وقبلها ما كان في أي علاقة في المجال؟ لا، لأنه ما كان جدا صعب. يعني كنت عادي مع الحجاج، مثلا جونا مثلا زوار من أي دولة عربية أخذناهم، رحنا سيد الشهداء، رحنا وادي العقيق، رحنا غزو السبع المساجد، القبلتين، المعلومات البسيطة، بس ما كان رسمي، كان عادي من باب إكرام الضيف. تطوعي. أيوة، إكرام الضيف. بعد عام 1431-32 تقريبا، زي ما قلت لك، مع أول رحلة مع الدكتور عبد الله العباس، مع العيلة وأمي وما شاء الله وبنات خالي، بدأ الحقيقة لي في دخول العالم الإرشاد كاهتمام، كشغف، إنه هذا المجال مفتوح، طب ليش أنا ما أدخله؟ وبعدها سبحان الله بدأت أنطلق مركز دراسات وبحوث المدينة، كان مركز متخصص في المعلومات الصحيحة من قبل كم سنة وحتى الآن. فكانت هذه البداية الحقيقية في الإرشاد، كان هو المعلومات الأولى ومصدري، وبدأت بعد كده في المعلومات، اكتساب المعلومات، أخذت المعلومات، درستها مرة واثنين، قرأت، اطلعت، ثقفت الموضوع، المكان الواحد تاخده من كم رواية. بفضل الله عز وجل كنا عاملين جولات ميدانية، الدكتور أحمد الشعبي، الدكتور فهد الوهبي، عبد الله كابر، ما شاء الله الأستاذ فؤاد المغامسي، مين ما شاء الله، عز الدين مسكي، عزة فاروق، كانوا ما شاء الله من القادة اللي بالنسبة لي علموني، استفدت منهم مرة كثير. الدكتور تنظيب الفايدي الله يعطيه العافية، كانوا هذولي تقريبا المرجع الأول، كيف أخذ المعلومة الصحيحة، إيش الـ 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 الرواية هذه كيف أحصل عليها، المكان هذا إيش الرواية الصحيحة، لأنه في عدة روايات، إيش الرواية الصحيحة لهذا المكان، طب كيف أستزيد في معلوماتي. ما شاء الله كانوا خير من أعطاني المعلومة، وخير من وجهني، وخير من أرشدوني. يا سلام. وعلى طول ومن وقتها دخلت مركز بحوث الدراسات المدينة وإلى الآن؟ نعم، معلوماتي كلها من مركز دراسات بحوث المدينة. أيوة. فضل الله عز وجل. لكن كعمل ما هو في مركز بحوث دراسات المدينة؟ منفصل. لا، منفصل تماما، بس كل معلومات المدينة من مركز دراسات بحوث المدينة. أما كعمل فهو عمل يعني شخصي، مش نعم. مش أيوة. مش مش, مش تابع لجهة معينة يعني. صحيح، نعم. أوكي، تمام. طيب، ودنا نتعرف صراحة عن الإرشاد السياحي، إيش هو كمهنة يعني؟ يعني الواحد يسمع إرشاد سياحي، إرشاد سياحي، لكن ما إحنا عارفين إيش هو أصلاً. طيب، الإرشاد إيش هو معنى إرشاد؟ من كلمة إرشاد، أي شخص يقوم بإرشاد وتعريف الزائر أو السائح على مكان معين، بيعطي له معلومات، بيعطي له تفاصيل المكان، بيعطي له تاريخ، يعتبر مرشد. طالما إنه طبعاً بطريقة رسمية، لأنه كل الناس أحياناً بيكون مرشدين، بس لما يكون مرشد متخصص فهذا بيكون المرشد السياحي للدولة اللي هو فيها. يعني كذا نقدر نقول أي شخص مثلا أخذ من الحرم شخص واحد، أو مثلا من المدينة، أو من أي مكان يبي يوريه معلم، خلاص كذا صار هو مرشد؟ لا، صعبة. لازم يكون عنده طب خبرة، ثقافة، معلومات. يعني الإرشاد يبغى له دورات تطويرية، في بعض الدول بيدرسوا الإرشاد 4 سنوات بكالوريوس تخصص الإرشاد. عجيب. طبعاً، فيعني الإرشاد مهنة مستقلة بحد ذاتها، لها استراتيجيتها، لها كوادرها، لها أمورها تماماً. طيب، كثير مننا يسافر يعني دول مختلفة، ويروح يزور معالم، ويروح يزور أشياء موجودة هناك. طبعاً قبل ما يسافر يروح يشوف مثلاً في ويكيبيديا، يبحث في جوجل عن المعالم وعن الأشياء. ما تحس إن الموضوع هذا يكفي يعني؟ يعني صحيح. ليش نحتاج فعليا مرشد سياحي؟ شوف، ويكيبيديا ما هي مصدر، لانه هي شخصية، ممكن اي احد يدخل يعدل عليها، ابدا ما هي معلومة صحيحة فيها. ولكن المرشد السياحي او الواحد مثلا يبي يطلع مكان
بيسافر على دولة أو يبغى معلومة صحيحة، بصراحة أنا من الناس اللي أفضل مرشد سياحي. المرشد السياحي بيعطيك تفاصيل المكان، بيعطيك التأمل، بيخليك تعيش المكان اللي أنت فيه. هذا كيف الحجر، الحجر هذا وكيف شكله وكيف النقش اللي موجود فيه، شكل المنارة إيش من أي دولة، الأشياء، التاريخ، التفاصيل هذه. أنت ممكن تطلع معلومة من الكتاب، بلاش ويكيبيديا، معلومة مثلا من الكتاب وتطلع موقعها في حتروح، بس إنه ما حتعيش المكان إلا بالمرشد السياحي. حتيك أدق التفاصيل، حتتأمل في كل حاجة، هو حيتكلم وإنت طبعا حتسرح بخيالك. فهذا الشيء الجميل إنه يكون معك في كل موقع تاريخي يكون معك مرشد. يعني أنت قصدك الصوت، الشرح، هذا كله يأثر في أول شيء المعلومة واستقبال الشخص المعلومة وأصلاً ارتكازها كمان. طبعاً المكان حتعيش تفاصيله بتاريخه بالأحداث اللي صارت فيه عن طريق المرشد السياحي. أنت حتروح تستمتع، مثلاً أنت لما يجيك طبق طعام أنت بتأكل وبتستمتع، لما تشوف الإعداد حقه طبعاً تستمتع أكثر طبعاً. أنت بتشوف الآن يعني المعلومة جيتك بطريقة جداً رائعة من إنسان محترف، هو متخصص في الإرشاد وفي المعلومات، الاثنين مرتبطين ببعض، إن كان مهارات وإن كان تطوير نفسه وإن كان معلومات مع بعضه ما يفترقوا. فهذه الأشياء المهمة بصراحة، إنه أي معلم او اي مكان لازم يكون معك مرشد سياحي. طبعا انا صراحه جاء في بالي كذا استفسار، يعني ايش الفرق بين المرشد والمؤرخ على كذا؟ طيب. يعني المؤرخ برضه هو اللي بيقول المعلومات وبيقول الاشياء عن المعالم واشياء واحاديث وغيره كذا من الاشياء، فايش الفرق بين المرشد والمؤرخ؟ يعني المرشد طبعا عنده إلمام كامل بالمعالم، بالتفاصيل، بالمواقع التاريخيه. المرشد السياحي عنده بالابديت دائما بالأماكن السياحية، الفعاليات برضو يكون لازم يكون ملم بيها، بالكافيهات، بالمطاعم، بأفضل المولات، بأفضل الأشياء الموجودة في المدينة أو في البلد. المؤرخ فقط تاريخ، مهتم في الناحية الثقافية، في التاريخ بصفة عامة، في تحقيق المعلومة. إنه المؤرخ يختلف طبعا عن المرشد، كلاهما ممكن، هذا يكون المرشد ممكن يكون مؤرخ في حب، إذا كان مثلا محب للإطلاع، إذا كان قارئ، إذا كان عنده شغف ليطور معلوماته ويطور قدراته في هذه الأمور. المؤرخ نفس الشيء ممكن يكون مرشد إذا طور قدراته في المهارات الإرشادية، في التكنيك الإرشاد، في الأمور الخاصة بالإرشاد. يعني نقدر نقول إنه كل مرشد مؤرخ وكل مؤرخ لا. مرشد ما لا. نقدر أبدا، هذا مختلف عن هذا، مختلف. بس تمام. انت قلت الان اذا طور هذا، نعم، اذا المؤرخ طور من قدراته في الارشاد ممكن بسهوله يصبح مرشد، ومرشد كمان يعني على مستوى عالي، لانه هو اصلا عنده معلومه فمحتاج المهارات التكنيكيه. يا سلام. انه كيف يرشد، كيف الطريقه، الاسلوب، يكون يعني عنده المام كامل بتاريخ بالاشياء السياحيه الجديده. المرشد فقط إنه مرشد للمكان ولكن ليس مؤرخ، هو يأخذ المعلومة يقرأها ويتفحص فيها ويقدمها. طيب لو واحد جاي يفكر دحين مثلا في المدينة هنا جاي بيشتغل كمرشد، هل لازم يكون متفرق ولا عادي ممكن تكون كمهنة إضافية له؟ شوف الآن ما شاء الله تبارك الرحمن مع رؤية 2030، ما شاء الله ما شاء الله الطلب عالي على سوق الإرشاد، فإن شاء الله يعني أتوقع إن شاء الله عما قريب حيكون لازم المرشد يكون متفرغ، لأنه طول الوقت إرشاد، والمرشد بصفة عامة إذا بيحقق دخل يعني ممتاز حيكون طول الوقت متفرغ، حيعطي يخلص من الرحلة، يبدأ في رحلة تقريبا الرحلة مدتها 8 ساعات تقريبا، فحيبدأ يطور من نفسه ويبدأ يشتغل على حاله وعلى أموره حتى يدخل في موضوع الإرشاد بقوة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله يعني 2030 حيتحقق ما يقارب أكثر من 15,000 مرشد بإذن الله. الآن ما شاء الله السياحة عاملة مشاريع جبارة في الإرشاد، برامج مجانية، تطويرية، تأهيلية لجميع من يرغب أن يكون مرشد سياحي. فهو إذا كان متفرغ الأفضل، وإذا كان مهنة إضافية أوكي لا مانع، ولكن إذا كان متفرغ بيكون أفضل وأفضل. أتوقع في تحدي كبير يواجه المرشد الحين. إحنا قلنا إنه الآن يقدر الواحد يدخل ويروح ويصير مرشد بحكم الطلب اللي أنت ذكرتي إنه حيكون فيه طلب جدا كبير، لكن أتوقع في تحدي اللي هو ذكرتي اللي هو المعلومة الصحيحة. صحيح. كيف أنا كمرشد ناوي أكون مرشد مميز وجيد
وفعليا أعطي معلومة أكيدة، كيف ممكن أجيب المعلومات الصحيحة؟ طيب شوف أستاذ عبد المجيد، عشان تكون مرشد متميز أول حاجة، أول شيء يكون عندك شغف. رقم اثنين، أنا دائما أقول لهم المدينة ومكة تختلف عن أي مدينة تانية في المملكة بحكم يعني قدسيتها وبحكم التاريخ والسيرة النبوية اللي كانت موجودة في هذه المدينتين. فالمرشد السياحي في المدينة لابد أن يكون على اطلاع كامل بتاريخ المدينة، بالكتب اللي تكلمت عن تاريخ المدينة، بالرحالة، بالسيرة النبوية، مرتبط كله مع بعضه في الإرشاد. مرشد المدينة ومكة مرشدين متميزين مختلفين عن بقية مناطق المملكة، ولا يقبل الغلط فيه تماما. ولذلك دائما أقول حتى للمرشدات، يعني إحنا بالنسبة لنا كمرشدات الناس بيجوا يشوفوا أهل المدينة كيف عايشين من 1400 سنة، هل هم فعلا محافظين على وضعهم بطيبتهم بتسامحهم بسماحتهم، أو هل في اختلاف؟ مين اللي حيمثل هذا الشيء؟ المرشد السياحي هو اللي حيمثل هذا، أهل المدينة كلهم بالمرشد السياحي. فكيف لو أن يكون المرشد السياحي إنسان بارع، إنسان متقن، إنسان عارف بمعلوماته، إنسان مثقف؟ أكيد حتكون الانطباع للزائر والسائح شيء رائع، والله أهل المدينة أو أهل مكة. فهذه طبعا من الأشياء الفارقة والأشياء المهمة في المرشد السياحي. حتى البنت المرشدة، دائما المرشدات السياحيات من أي مكان في المملكة اللي تبغى ترشد في المدينة فيها طابع شوية في اللبس، في الكلام، في أشياء كثير متميزة عن أي منطقة تانية بحكم قدسية المدينة. لو أنا الآن أبغى أصير مرشد سواء في المدينة أو في غيرها، إيش المفروض يكون عندي أو من فين أحصل على المعلومات الصحيحة؟ طيب بالنسبة للمدينة عندنا طبعا أول مرجع لنا مركز دراسات وبحوث المدينة رقم واحد، هذا لا يخلو أي مرشد أنه لازم يدخل في هذا المركز، ضروري على اطلاع بالدورات اللي بيقدمها. إن كان ما شاء الله تبارك الرحمن أخذنا دورة أحد في أسبوع، في أسبوع دورة أحد اللي احنا بنقولها في ساعتين أخذناها في أسبوع، ما شاء الله معالم المدينة الطبيعية إن كان الجغرافية إن كان طبيعية برضو أخذناها في أسبوع، ما شاء الله غزوة بدر أخذناها في أسبوع، هذه كلها طبعا الأشياء التاريخية أخذناها أسبوع أسبوع دورات، بتكثف عندنا المعلومة. بالإضافة إن غير المعلومات اللي بتجينا عن طريق موقعهم أو عن طريق التويتر تبعهم، وهذا بيعطينا معلومات إضافية استرجاع يعني أبديت للمعلومات. فمركز دراسات وبحوث المدينة إحنا في المدينة هو المصدر الأول لكل معلومة نقولها. بصفة عامة في المملكة عندنا طبعا الجهات الحكومية، دارة الملك عبد العزيز رقم واحد، برضو لازم لكل مرشد يطلع على إصداراتها، على معلوماتها، على الأشياء اللي بتعطينا هي دارة الملك عبد العزيز. ووزارة الثقافة برضو من الجهات اللي بيعتمد عليها كمعلومات رسمية هي بتصرحها وإحنا بناخدها بننشرها كمرشدين سياحيين. وزي كذا في كل بلد طبعا في جهات رسمية تخدم هذا البلد من ناحية المعلومات الصحيحة. صحيح. أيوة. على أساس معلومات، الأهم شيء تكون معلومات صحيحة. أنا ما حروح أجيب لهم يعني في معلومات موثقة صحيحة من مصادر من جهات رسمية، فبناء على هذه المعلومات أنا كمرشد أنشرها. طيب بحكم دحين إحنا يعني داخلين في عصر فعليا يعني في مجمل حياتنا إحنا نعتمد على التقنية، هل ممكن في يوم من الأيام يعني تحل التقنية هذه مكان المرشد؟ في شوف بعض الأماكن بيعطوك جهاز التسجيل بتحطه على إذنك وبتمشي، طبعا بيكون هو بالنظام الويرلس بيعطيك المعلومة، بس صدقني غير لما تكون مع مرشد سياحي بيعطيك يعني مثلا البهارات اللي بتتحط في الطبخة، بيعطيك كيف التكنيك تبعها، كيف الأصول، كيف الأشياء اللي بتشوقك إنك تعرف معلومات أكثر وأكثر. التقنية حتعطيك معلومات واحد اثنين ثلاثة، المرشد بيعطيك تفاصيل، بيعطيك قصص جميلة، بيعطيك استفسارات انت بتسأله هو بيرد بيجاوبك. التقنية ما في، بس معلومة 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 انت متلقي، طب انت عندك استفسارات، فما حيغنيك على المرشد، يعني حتكون وسيلة ولا ما، بس ما حتغني. في بعض الجوانب اللي يحتاج الواحد يسأل فيها يستفسر فيها، انت طبعاً من خلال خبرتك اتوقع انه الشخص ما يقدر بس يسمع معلومة، لازم يسأل يستفسر طبعاً. تتبادر في ذهنه اثناء طبعا. أيوه. هذه يعني من ضمن الاشياء اللي انا حصلت لي أشياء الجميلة، كنت في رحلة مع مجمع سيدات من مجمع الفقه الإسلامي، مؤتمر كان في المدينة مجمع الفقه الإسلامي، فكانوا طبعا على علم عالي، علماء عالمات، طلعت معهم رحلة. أنا دوري أنا معلوماتي بالنسبة لعالمة الحمد لله، فتبارك الرحمن كانت
الأشياء اللي أنا بقولها، أنا بحط رؤوس أقلام وبألاقي تبارك الرحمن هم بيسترسلوا بيعطوني، وصار كده وصار كده وصار كده. مثلا عندك حديث بقيع الغرقد وفضله، وحديث السيدة عائشة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء اللي صار، أنا بس اديتهم فضل الحديث بقيع الغرقد، ما شاء الله لقيت واحد استرسلت لي تبارك الرحمن، بدأت تحت القصة كاملة، أنا تركت وقعدت أسمع كلامه. فهذه الأشياء الجميلة الحلوة إنه في استرسال، في أخذ وعطاء، في يعني مشاعر جميلة بتعيشها، مشاعر. بالمناسبة يعني زي هذه الحالة، ما يعني إيش يكون شعور المرشد في هذه الحالة؟ إنه في أصلاً ممكن يكون في واحد متخصص، واحد أحسن منه، واحد أفهم منه في المكان اللي هو فيه. فإيش يكون إحساس المرشد وقتها يعني؟ جميل إنك تستفيد من خبرات مو دائما تحصلها ومو دائما تلاقيها. الخبرات هذه لما بتيجي مثلا زي عالمات ما شاء الله لما يجوا على المدينة واستفيد من علمهم خبرتهم، مو دائما أنا لاقي المعلومة هذه تجيني، فتلاقيني يعني ما شاء الله أنا استرسلت منها، طب إيش مصدر، من فين جبت المعلومة، كيف ممكن أحصل عليها، كيف ممكن تزوديني فيها، طب بدأت العلاقة حلوة بيني وبينها، مو هي بس ما شاء الله مع كل العالمات اللي كانوا موجودين من في الفقهات يعني. فهذه الأشياء الجميلة يعني. طيب فلنفرض دحين انه في احد من اهل المدينه وده انه يكون مرشد سياحي، تمام؟ زي ما قلت انه المفروض يكون عنده الشغف في البدايه، هذا اول شيء. والشيء الثاني ايضا انه يروح ويحصل على المعلومات الصحيحه ويحاول يبذل عشان يروح للجهات وياخذ منهم المعلومات الصحيحه ويقرا باستمرار. طيب الان نجي لنقطه مهمه، ايش السمات او الاشياء اللي يحتاجها الين لما يصير مرخص فعليا عشان يمارس هذه المهنه؟ تمام. المرشد السياحي طبعا شغف، يكون عنده ثقة بالنفس، يكون عنده مقدرة على تصحيح غلط ويتقبل نقد الآخرين، هذه من الأشياء اللي جدا مهمة. بالإضافة إنه إذا كانت عنده المعلومات وكانت هذه الأشياء كلها متوفرة عنده كسمات شخصية، يبدأ بعد كده يبدأ على إجراءات الروتينية. زي إيش سمات شخصية؟ اللي هي الجراءة، إنه ما مثلا يكون جريء يتكلم أمام مجموعات، يكون قائد محترف، إنه يعرف كيف ينظم المجموعة ويديرها وكيف إنه يحاول يسيطر على المجموعة، كيف إنه يعمل يكون عنده سرعة البديهة في حالة إنه وقع مثلاً طارئ، ظرف طارئ أو شيء، كيف ممكن يتعامل البديل لي، مثلاً عنده انطلاقة في الكلام، عنده مثلاً معلومات، هذه الأمور كلها سمات في الشخصية إنه. بعد كده نبدأ في الإجراءات الروتينية أو الإجراءات النظامية اللي هي حقت الحصول على الترخيص السياحي، إنه لازم يخضع لعدة دورات تدريبية وتطويرية في مهارات الإرشاد السياحي، بعد كده ياخد شهادة الإسعافات الأولية. بعد كده طبعا زمان كان في إجراءات اختلفت، الآن صارت سهلة، الآن ما أعرف هي سهلة ولا صعبة، بس أنا أحس أنها أفضل من أول. اللغات الآن لازم أن كل مرشد سياحي لازم يكون عنده أقل شيء لغتين. لغتين أقل شيء، مع اللغة العربية، مع اللغة العربية لغتين إضافية. تمام. حتى لغة الإشارة معتبرينها من اللغات العادية العالمية. طب هل محددة إيش هي اللغات ولا أي لغة؟ مفتوحة. مفتوح. مفتوحة اللغات، تركية، أردية، فرنسية، مفتوح اللغات. والإنجليزية محسوبة طبعا منذ. الإنجليزية رقم واحد طبعا، هذا النظام الجديد طبعا. بعد ما يخضع للدورات ويحصل على الشهادات، وطبعا ياخذ طبعا عندنا في الإرشاد مسار معين، زمان كانت في موقع مرشد عام ومرشد موقع، الآن لا، تقريبا الآن صار كل مدينة مرشد بمحتوى معين، مو مفتوح. مرشد المدينة لازم يحصل على محتوى المدينة وياخذ رخصة، مرشد مكة لازم يحصل على محتوى حق مكة وياخذ رخصة، مرشد الرياض، جازان، عسير، تبوك، كل مين صار مين؟ ما يقدر أي أحد يروح مدينة أخرى يكون مرشد أبداً فيها أبداً، لازم يكون عنده تصريح، التصريح هذا ياخذه بناء على المحتوى والمعلومات والدراسة اللي درسها ويختبر فيها، وبعدين تطلع له شهادة اجتياز الاختبار، وبعدين يقدم على الرخصة. فهذا شيء مرة حلو، إنه يعني إنه صار في تنظيم وترتيب للمرشدين السياحيين. إحنا بشر يعني، عارف أنا في المدينة فضل الله عشان دائما بطلع الواحد بيتذكر، بس لو مثلا في الرياض، لو في مثلا ما حروح دائما فبأنسى المعلومات، عرفت؟ فغير لما الواحد يكون مثلا ما شاء الله دائما بيمارس المعلومات وبيتذكرها وبيراجعها وبيعمل أبديت، فخلاص أريد هو عارف الموضوع. طيب وهذه الرخصة يعني يتم تجديدها باستمرار، هل في اختبارات مستقبلا ولا خلاص هي مرة واحدة وخلاص؟ نعم، كان طبعا أول ما أخذناها إحنا الرخصة كان فيها اختبار عن طريق قياس لمدة ساعة ونص، الاختبار مفتوح، كان الاختبار بصراحة شوية صعب. ف
أخذناها طبعا بفضل الله عز وجل لمدة ساعة ونص اختبار قياس، عارف كل سؤال بدقيقة. الآن ما في اختبار بس في لغة، وفي طبعا عندهم اجتياز مهارات إرشاد واجتياز مسار وإسعافات الأولية، وطبعا وهي المواقع اللي هي تقريبا الآن اختلفت، كل مدينة لها محتوى ولها موقع معين. والرخصة هذه مدتها يعني مفتوحة لمدة ثلاث سنوات. ثلاث سنوات تمام. وبعدها تتجدد. تتجدد كيف؟ بناء على خبرة المرشد، هل هو نزل الميدان ولا بأخذها بس وحطها؟ كيف يعرفوا هذا الشيء؟ هو على حسب المرشد، إذا حب إنه مثلا يسوق لنفسه من هنا حيبدأ. كيف حيعرفوا هم؟ أوكي ممكن الإجراءات الآن الجديدة، الموضوع الآن ما له سنة، ما كمل لثلاث سنوات، فهم اللي سمعته والمعروف إنه المرشد ما حيتجدد له الرخصة إلا لازم يكون عنده ممارسة عن طريق إيه؟ تويتر. لازم يعني مرشد يطلع تويتر، يطلع إنستغرام وسناب، الناس تعرفه كيف. طب هذا ينقلنا كمان لجانب آخر فعليا، دام إنه هو ضروري لأجل أصلا تجديد الرخصة، هو أصلا المرشد كيف يسوق لنفسه أصلا؟ أول حاجة يعني بحكم خبرتي، التعامل مع المجموعات جدا مهم، جدا مهم. مجموعات قصدك؟ المجموعات اللي بتجيله، المجموعة السياحية. لأنهم هم ما حيجيبوا له شخص، الشخص حيجيب له اثنين، الاثنين حيجيبوا له أربعة. حتفضل عن طريق الخبرة وأسلوبه وتعامله وطريقته بيجيب الناس ليه. هي مو مع هو بس مو إرشاد يلا راح أعطيك المعلومة فمان الله، بالعكس المرشد لازم يكون يعني ظريف جدا علشان يجيب الناس ليه. بالإضافة إنه غير تعامله مع المجموعات، يعني ينزل في تويتر أنا طلعت رحلة مثلا، تشرفت اليوم وسعدت إني أكون برحلة جميلة مع مجموعة رائعة. إذا سمحوا له يصور أوكي، إذا ما سمحوا له ما يفكر إنه يصور إلا بعد إذنهم وموافقة منهم إني ينزل الصور. وإذا قالوا له لا خلاص ممكن يعني يطمس على وجههم وكده وينزل الصورة، احتفاظا لخصوصيتهم. هذه نقطة جدا مهمة ولازم كل مرشد يعرف، أنا أسوق لنفسي بنزل صور بعد موافقة الزوار، وإذا قالوا لي لا خلاص أحترم بس تلاقينا نزل أشياء بسيطة بس بأسوق لنفسي وبأنشر للناس اللي أعرفها. طيب إيش دور اللقاءات مثلا التلفزيونية أو حضور المؤتمرات وإلقاء المحاضرات في العملية التسويقية يعني؟ طبعا هذه كلها بتعطي يعني المرشد كل ما عنده نزل للميدان كل ما اكتسب خبرة أكتر، لأنه بتعطي له معلومات، بتعطي له تجربة في مواقف كثير متعددة. طبعا المؤتمرات بيحاول بقدر المستطاع يستقطبوا هذا الكادر علشان يفيدوا الـ 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 الزوار ليهم. فبطبيعة الحال إنه هو طالما عمل لنفسه سمعة وعمل لنفسه مثلا رأي وعمل لنفسه يعني في السوشيال ميديا وضعه، فأكيد حيستقطب. فإذا استقطب حيبدأ من هنا ويبدأ يتعرف ويبدأ الناس يعني تطلبه ويبدأ إنه معلوماته ويبدأ إنه إنسان شخصية ظريفة أو حاجة زي كده. جميل والله. طيب بالمناسبة يعني إيش أغلب الجنسيات اللي أنت سويتي لهم أو قدمتي لهم الإرشاد السياحي؟ سعوديين. سعوديين؟ تخيل والله سعوديين، وأنا مبسوطة وسعيدة وأقولها بكل فخر سعوديين. طيب معلش، هل أهل المدينة منهم يعني؟ هم أكثر أهل المدينة، في جزء منهم أيه؟ بس أكثرهم من الرياض ومن الشرقية ومن جدة. عزيز. يعني أنا سعيدة جدا لأنه حابين يعرفوا تاريخ المدينة، التفاصيل اللي في المدينة، الحكايات، السيرة النبوية، هذه الأشياء كلها جميلة. حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يبغوا يعرفوا أشياء كثير في المدينة. يعني الواحد كان يتوقع مثلا الضيوف أو الزوار اللي جاي من برا. الزوار اللي جاي من، شوف أنا عملت بفضل الله رحلات مع إسباني، مع الجنسية الإسبانية، مع الجنسية الإيطالية، مع الألمانيين، سويسرا، أتراك، شمال أفريقيا، دول الخليج بفضل الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تقريبا من أمريكا، من أستراليا، ناس ما شاء الله كثير عملت رحلات معهم على مستوى العالم، بس أكثر ناس السعوديين ما شاء الله تبارك الرحمن، خاصة بعد الرؤية عندهم شغف، عندهم محبة، يبغوا يطلعوا يبغوا يشوفوا التاريخ، وهذا الشيء رائع إنهم يعرفوا تاريخ مملكتهم. يعني أنا فعليا أنت دحين بتقولي سويسري، إيطالي، يعني دول كثيرة، أنت كيف تقدر تتواصلي معهم؟ أولا أنا طبعا بفضل الله عز وجل، يعني أنت قلتي لغتين. صحيح. مثلا منها لغة الإشارة ولغة ثانية، بس يجيوك ناس يعني ما يفهم مثلا لغة إنجليزية مثلا، كيف تقدر تتواصلي معك كده؟ هذا الأسباني، يعني آخر رحلة كانت تقريبا مع واحد أسباني عجوز، كان مرة عجوز، أنا اللي لفت انتباهي إنه كان عجوز وكان يبغى يعرف تاريخ المدينة، وأهم شيء عنده القبة الخضراء، القبة الخضراء، فشوف سيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وديته هناك طبعا
قاعد كده شوية يتأمل في التفاصيل. طبعا أنا تفاهم مع لغة الإشارة أبدا إنجليزي ما يعني وبعد خد كده معلومات شوية من اللغة الإسبانية فيها بعض الكلمات عربية، فقعدت في لغة الإشارة طبعا وريته على القبة الخضراء، فتحت له في جوجل بدأ طبعا بيقرأ، فوجدت إنه منبهر بالأشياء اللي بيشوفها، عدد الزوار، عدد المعتمرين اللي جينا المدينة، فكان يقول طول الوقت أوه أوه أوه، يعني حالة انبهار. يعني أنت بتستخدم برضو التقنية في أنك تتعامل مع طبيعي. إيش الأشياء اللي ممكن تساعدك؟ يعني زي هي إيش؟ الترجمة أكثر شيء، الترجمة أيوه، الترجمة أترجمها طبعا أحيانا تطلع دقيق أحيانا ما تطلع دقيق، ولكن بصفة عامة هذه القبة الخضراء تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. في هذا المكان يعتبر روضة من رياض الجنة، في هذا المكان كان مسجد النبي، في هذا المكان بدأت تاريخ الأمة الإسلامية، فبدأت من هذه الأشياء البسيطة. ويجهز الواحد نفسه، يعني هو يعرف أصلاً من الناس اللي حيجوا جنسياتهم. أيوة ضروري، لازم تعرف جنسياتهم، تعرف هم مهتمين فيه. ممكن يجيك فئة مهتمة بالتصوير، التصوير لها زوايا معينة، أنتوا تحبوا التصوير أطلعكم جبل الرماه، يلا أبدأوا جهزوا كاميراتكم نطلع جبل الرماه، يأخذوا الزوايا اللي تحبوها. يعني في التصوير احيانا المنارات يحبوا يصوروا المنارات، عندك سبع المساجد كده في زاويه معينه يطلعوا يصوروا منها، فلازم الواحد المرشد السياحي يعرف الفئه والمجموعه اللي معه علشان يبدا يعطيهم اهتماماتهم ويعطيهم الشيء اللي هم يحبوه. جميل والله. فانت تحددي الفئه ايش تبغى بالضبط، صحيح، وبناء عليه توجهيهم. صحيح. يعني هو مستحيل توريهم كل المعالم في طبيعي. ايوه طبيعي، لانه فعلا وفي غير كده في يعني مجموعه هي ما تبغى التاريخ تفصيل، بس وريني الاماكن واعطيني مع كده يعني رسق مقتطفات. لا. تمام. فعلى حسب المجموعه اللي معك يعني من البدايه أعرف إيش هم، إيش وضعهم، الجهة اللي جايبتها لي أو الشركة أو الشخص اللي جايب زوار معي إيش وضعهم، مهتمين بإيش، يبغوا تفاصيل، يبغوا أشياء معه. خلاص أبدأ أوجه نفسي وأبدأ أرتب حالي، لأن المرشد السياحي يبغى له خطة ألف وخطة باء، ما ينفع يمشي بخطة واحدة. طيب أتوقع من تجاربك ما شاء الله وتعاملك مع أكثر من يعني زوار ومن من من, من أنحاء المملكة وأيضا من برا، فأتوقع في ذكريات أو في مواقف ما نسيتيها سواء ظريفة أو مبكية أو حزينة أو أي كان يعني، فلو تذكرين لنا كده بعض المواقف الجميلة. طيب أشوف، ذكرت لك أنه آخر رحلة كانت تقريبا مع أسباني. الأسباني هذا طبعا عجوز عجوز ما فوق ما تتخيل، والله حتى الباب السيارة ما قدر يفتحه. طبعا أنا بالنسبة لي كمرشدة سياحية ما لي شغل، ولكن أخلاقياتي وإحنا أهل المدينة، هو طبعا ما هو مسلم، ولكن أنا أعمل الشيء اللي أنا تربيت عليه. لما شافني أفتح له السيارة وأشيل له الشنطة وأحط له الشنطة، وإيش أقول لك، صار والله قل عبارة إسباني مسلم إسباني مسلم، صار يصرخ ويقول إسباني مسلم، وصار يبرب يعني يتكلم بالأسبانية تبعته، فكل واحد يقول له this good woman this good woman، بس هذه كلامه البسيط. فهذه الأشياء اللي دخلت فرحة، هو ما هو مسلم بس بالنسبة لي أنا عملت الشيء اللي يملي علي يعني وضعي وحياتنا الإسلامية، إننا نخدم الناس سواء مسلم ولا مو مسلم. هذه من الأشياء اللي كانت فرحة. الأشياء اللي كانت شوية مؤلمة، كنت بحكي قصة السيد أم عمارة رضي الله عنها في غزوة أحد، وهي كيف كانت سيدة امرأة ضعيفة، كيف لما وجدت الصحابة رسول الله حوالينه ويصابوا ويجرحوا ويقتلوا، فكيف بدأت تحارب وتدخل بنفسها وحاربت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت درع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقول التفاصيل هذه للسيدات ألاقيهم على طول يعني يبكوا، وأنا في نفس القصة. فهذه من الأشياء المؤثرة الجميلة. دائما بعض الناس يعني سبحان الله تأثر فيهم القصص اللي هي فيها تتحرك المشاعر، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف غزوة أحد، كيف في غزوة الخندق، المعجزات اللي سارت، كيف لما في آية لما نربط الإرشاد ببعض تفسير آيات القرآن، تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهها كيف السماء، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرأيس، هذه الأشياء البسيطة بتدخل مشاعر حلوة للزائر. فمن هنا بأحس وبألامس المواقف اللي بيني، المشاعر اللي بيني وبين السائح والزائر. السلام. طيب أتوقع الحين الناس تحمسوا وبيصيروا مرشدين ما شاء الله المستمعين يعني، فودنا نعرف صراحة هل الإرشاد فيه فلوس، يعني هل في مردود مالي كذا؟ نعم. يحمس نعم. الشخص إنه يدخل فيه؟ نعم. ولا هو حكاية شغف مثلا أو ولا ينفع يكون بيزنس يعني؟ هو ممكن يكون بيزنس للناس المتفرغة طبعا ودخله جيد فضل الله عز وجل، ولكن نقطة مهمة، إحنا في المدينة
كل عمل يعمله الواحد يؤجر عليه. أهل المدينة بالذات لازم يعرفوا تاريخهم، لازم يعرفوا الأشياء اللي هم فيها المدينة إيش وضعها. بالنسبة لي أنا يعني بفضل الله عز وجل أنا لي سعر، كل مرشد وخبرته ومهاراته ومعلوماته ودراسته لي سعر، ولكن دائما أقول له ميزانيتك كم، ميزانيتك كم، إيش وضعي، تقدري أو لا تقدري. ممكن في ناس يتعاملوا معي بهذا الشيء، قلت لي أنا ما عندي، حاضر من عيوني. وفي ناس ما شاء الله تبارك الرحمن الواحد يطلب يلقوا ما شاء الله تبارك الرحمن الخير. ولكن أهل المدينة بصفة عامة لازم يعرفوا تاريخهم، والمردود المالي بالنسبة لأهل المدينة أنا أقترح أنه لازم يعرفوا وضعهم، يعرفوا تاريخهم حتى لو بدون مردود، يعني حتى لو بس الأشياء البسيطة اللي يأخذوا عليها مجهود كبنزين كمثلا الأشياء البسيطة العادية هذه. يعني ما تبي تقولين لك كم يعني تقريبا؟ بالبركة يا أستاذ عبد المجيد، بالبركة. طيب هو الواحد يعني فعليا هل يقدر مثلا يترك وظيفته ويعتمد عليها كمصدر دخل أساسي؟ حاليا لا. حاليا لا؟ لا. هذا في المدينة ولا خارج المدينة ولا في كل مكان تقريبا؟ في كل مكان. في كل مكان. نعم في كل مكان. يا سلام. بشوية بس إن شاء الله الأمور كده يعني تبدأ تقوى، ويبدأ بعد كده يصير ممكن التفرغ كامل للإرشاد. طيب إيش علاقة المرشد السياحي بوزارة السياحة؟ يعني هل في ترابط بينكم أو علاقة بينكم يعني مستمرة؟ وزارة السياحة بتدعم المرشدين من ناحية التراخيص، يعني بجد الله يعطيهم العافية جميع القائمين اللي في وزارة السياحة. أنا بالنسبة لي كانت عندي شوية مشكلة تقنية، ما شاء الله تبارك الرحمن كلمتهم حلوا لي هي. وفعلا ودائما الناس أحيانا يقول لك وزارة يعني مشاكل تقنية لا تخلو، ولكن الواحد لما يعرف الشخص المناسب ويعرف كيف يندل عليه ويعرف كيف يتواصل معه بسهولة حتتحل أموره. فوزارة السياحة ما شاء الله ما هي مقصرة معنا في موضوع التراخيص والتساهيل. طيب هي تقدم التراخيص، إيش في خدمات ثانية ممكن برضو تساعد الإرشاد أو لها علاقة بالمرشد السياحي؟ هي أهم أكتر شيء اللي يعني التراخيص بالنسبة للمرشد السياحي، وطبعا للناس اللي عندهم الإيواء السياحي، مكاتب تنظيم السياحة، هذه ممكن تفيدهم وزارة السياحة بالتراخيص بصفة عامة. كمعلومات زي ما قلت لك في جهات معينة للمعلومات. طيب كيف ممكن يكون دوام المرشد السياحي؟ يعني هو حيطلع مثلا في الصباح ولا حيروح في الليل ولا حيكون في العصر؟ كيف ممكن أصلا يكون يعني يعيش يوم المرشد السياحي؟ طيب شوف، طبعا احنا هنا في المدينة في بصفة عامة في مملكتنا تختلف البرامج السياحية. مثلا عندك الرياض بيجيهم مرشد سياحي من مكتب معاهم، بيطلع من الرياض على العلا، العلا المدينة، المدينة جدة، جدة الرياض أو جدة جازان ويرجع تاني، بيكون مرافق معاهم. هذا دور. الدور الثاني لا، مثلا يجوني عندي مثلا على المدينة، احنا نبغى رحلة في اليوم الفلاني عدد الأشخاص كده من الساعة كده للساعة كده. الرحلات عادة بتكون في الأجواء الجميلة هذه بتكون في الصباح، وأحيانا على حسب ظروف المرشد. بالنسبة لي أنا أبدأ 2:30، أحب أبدأ 2:30، أبدأ خلاص مرتب أموري بجدولي. أو بالنسبة للناس التانيين المتفرغين لا، يبدأوا لك ما شاء الله من الصباح من الفجر، يصلوا الفجر يبدأوا ما شاء الله رحلة لمدة 8 ساعات على حسب مقدرة المرشد وكيف برنامجه. يعني باختصار هي تنفع المهنة هذه في الصباح بس، أو في الأجواء أو في الضوء يعني. تمام. بعد المغرب خلاص بعد تبدأ الفعاليات العادية. أيوة. الفعاليات العادية، شبة النار، الأشياء مثلا يبوا يروحوا مطاعم كافيهات، هذه كلها داخلة في السياحة. أعتقد في جمعية كمان مهتمة بالمرشدين والإرشاد، تقريبا اسمها جمعية الإرشاد، إيش علاقتها فيكم وهل تقدم لكم شيء أصلا؟ الصحيح، كانت في جمعية اسمها جمعية المرشدين السياحيين. الجمعية هذه كانت بتخدم المرشدين في المدينة، في المملكة، في المملكة كان مقرها في الرياض. طبعا كانت بتخدم المرشدين، بتعطيهم الآلية، الطريقة، الإجراءات، بتعمل اللي هو التجمع السنوي اليوم العالمي للمرشدين السياحيين، بتعمل الاحتفال هذا طبعا لجميع المرشدين. فهذه طبعا لها دور رائع بصراحة كان في البداية، الآن متوقفة بحكم تغيير مجلس الأعضاء وكذا مجلس الإدارة. يعني هي إيش سبب تأسيسها أصلا، وأنت تقريبا كم لها مؤسسة؟ والله أنا شوف تقريبا أنا من عام 1433 أنا بدأت أتواصل معهم، أو 32 أنا بدأت أتواصل معهم على موضوع التراخيص. نعم من زمان بدأت أتواصل معهم، وكنا دائما نرفع خطابات إننا نبغى رخصة إرشاد سياحي للمرشدات السياحيات. طبعا ما كان في أول، لا زمان ما كان عندنا رخصة رسمية، ما الرخصة الرسمية ظهرت عام 1438 تقريبا في هذه الأيام. وبعدين بدأنا في موضوع التجمع. على كده إيش كان دورها أول؟ يعني هي تهتم بجميع المرشدين في المملكة، إيش احتياجاتهم، طلباتهم، مشاكلهم،
كيف ممكن الطريقة الصحيحة يحصلوا على المعلومة؟ هي كانت في هذه الطريق يعني الأساس تبعها هو كذا. زي الأب الروحي يعني اللي يساعدك مثلاً يرشدك يعطيك النصائح أو المصادر اللي تعتمد عليها زي كذا. يعني. نعم نعم في البداية نعم كانت كذا، وبعد كذا سبحان الله بعد ما تكبرنا ما شاء الله وتوسعنا وكتر عددنا ما زالت قائمة بدورها، ودحين توقفت تقريبا هذه السنة بحكم تغيير مجلس إدارة وكذا يعني. طيب هل في رابطة مثلا تجمعكم أنتم كمرشدين، أو في تواصل بينكم مستمر، جروبات مثلا أو شيء؟ ضروري ضروري يكون عندنا. وهل هي على مستوى المملكة أو المدينة بس؟ عندنا كم جروب على مستوى المملكة وكم جروب فقط في المدينة، يعني منطقة المدينة وأكيد الرياض وأكيد جدة وأكيد جازان وأكيد يعني كل منطقة بكلها جروبها الخاص. إحنا في المدينة ما شاء الله طبعا في جروب على المستوى المملكة وجروب خاصة بالمدينة كمان تبارك الرحمن، جروب الفعاليات، جروب المرشدين، كل نشاط يعمل المرشد السياحي، الأخبار، المعلومات الجديدة اللي بتصدر من مركز دراسات وبحوث المدينة أو من وزارة الثقافة أو من هيئة التطوير، كلها على طول بتنحط في الجروب كإضافة للمعلومات أبديت طول الوقت. وهذه الجروبات أصلا مؤسسة بشكل رسمي ولا تطوع من قبل الأشخاص؟ لا تطوعية يعني. من قبل أشخاص. يعني حتى كمان ما شاء الله في جروب برضو جميل في الواتساب باللغة الإنجليزية. سلام. مرشدين باللغة الإنجليزية. دحين إحنا يعني داخلين على مستقبل إن شاء الله باهر 2030، وأتوقع فيه يعني اهتمام كبير في الإرشاد السياحي. صحيح. فإيش إيش إيش مستقبل هذه المهنة، هذه النقطة، وأيضا إيش الملامح اللي قاعد تظهر لها من الآن؟ وإيش في إيش في يعني مسارات أو تصنيفات أو يعني إيش قاعد يصير أصلاً حراك لهذا الموضوع والتوجه ل 2030؟ طبعاً زي ما نعرف كلنا إنه قطاع السياحة الآن صار من أهم القطاعات المهمة للدولة، فالآن السياحة ما شاء الله تبارك الرحمن وجود التأشيرة السياحية أعطت قيمة كبيرة للمرشد السياحي إنه يظهر في الميدان. تأشيرة سياحية. نعم تأشيرة سياحية. إيش فكرتها؟ بسيطة، تدخل أنت مثلا تعرف أحد في أستراليا، تعرف أحد في أي دولة، تدخل صاحبك يرسل لك صورة الباسبور، تدخل لوزارة الخارجية تقدم طلب زيارة شخصية وتدخل معلوماته، تك بعد كم يوم جاتك الموافقة خلاص إنه هو يجي. إنه هو يجي بس يدفع طبعا إجراءات السفر، التيكت، طبعا إذا أنت حابب إنك تستضيفه عندك في البيت، إذا حابب تستضيفه في أوتيل بشكل رسمي. بشكل رسمي وبشكل نظامي، هذا الشيء الجميل. وما شاء الله تبارك الرحمن يعني في مجموعة جات من أستراليا كانوا منبهرين، قال لي بالضبط بدقيقة واحدة أخذت التأشيرة هو وزوجته وأولاده، وهو كان مستحيل إنه يجي على حتى لو ترانزيت كان مستحيل. سلام. كان صعب، كان جدا مبسوط وفرحان ومنبهر من هذا الشيء، حتى مسجلت مقطع قلت له أنشر في تويتر، قال أنشر في تويتر بس احتفظت فيه اللي ما نشرته. فمن الأشياء الجميلة يعني المستقبل السياحة مستقبل واعد، خاصة مع وجود التأشيرة السياحية بإذن الله أنا أتوقع حيعمل يعني شيء جدا رائع في السياحة. وكم مدتها هذه الترخيص؟ الأول 90 يوم، وبعد كده هي تقريبا لمدة سنة بس، 90 يوم يجلس ويسافر ويرجع تاني 90 يوم ويسافر بس لمدة سنة. أوكي. مدة التأشيرة. ممتاز. أيوة. يعني يقدر يقعد 3 شهور وهو زائر سياحي. نعم. أصلاً ممتاز والله. جميلة جدا جميلة. أيوة ما شاء الله، فطبيعي إنه السياحة كلها مستقبل واعد بإذن الله. طب هل في فئات للمرشدين؟ يعني ودي تقسمي لي مثلا دحين أنت في المدينة، ودي أعرف إيش فئات المرشدين الموجودين، سواء من ناحية يعني علم، سواء من ناحية يعني تركيز على مناطق معينة، يعني أنتوا إيش فئاتكم بالضبط؟ تمام. شوف المدينة طبعا كم منطقة إدارية تقريبا 13 منطقة إدارية، ينبع، العلا، المدينة المنورة، إيش كمان تاني، بدر، هذه كل المناطق في المدينة. العلا لها مسار معين، لها رخصة معينة، ينبع لها رخصة معينة، المدينة لها رخصة معينة، احنا كلنا في منطقة المدينة ولكن كل مدينة لها رخصة معينة. سلام. المرشد يكون متخصص في المكان اللي هو فيه. فهذه الأشياء المسارات عندنا. طبعا عندنا مرشد موقع متحف متخصص فقط في الإرشاد في المتحف نفسه بس فقط. نعم. مرشد المدينة لا خلاص مسار المدينة كله. يعني في مسارين، مرشد متحف ومرشد مدينة. نعم. المرشد المتحف هذا طبعا النظام القديم كان عندنا مرشد متحف أو مرشد موقع أو مرشد عام، فالآن لا تقريبا ما هو مرشد المدينة المنور هو خلاص
داخل في كل مناطق معالم المدينة. المتحف الآن والله أنا من يعني ما أعرف، ما شفت المرشدين المتخصصين في المتحف، لأنه المتحف لي معلومات معينة، لي لحاجة تفاصيل معينة. صحيح زي عندك متحف الحضارة الإسلامية مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جنوب المسجد النبوي، هو متحف تقني تمام، وفي مرشدين متخصصين في التقنية وفي المعلومات اللي موجودة فيه. بس هل يحتاج ترخيص آخر هذا الفكرة؟ لا لا لا، أيوة. لا ما يحتاج له ترخيص ما آخر. يحتاج ترخيص آخر. الله يعطيك العافية أستاذ عبير، استمتعنا جدا بهذا اللقاء الجميل معك. الله يسعدك، واستفدنا وأتوقع كل المستمعين استفادوا من المعلومات القيمة، وإن شاء الله بإذن الله نصير مرشدين سياحيين إن شاء الله. ربي يوفقكم إن شاء الله، وبالعكس حاجة حلوة حتكون وظيفة رائعة على مهنة الإرشاد، إنه ولد المدينة يهتم في هذا المجال، لأن أوريدي كلنا إحنا مرشدين، بس لما يكون متخصص بالتقنية بحاجة معينة كده، بدراسة معينة، بتطوير معين، حيكون شيء جدا رائع. طيب ودنا صراحة نختم يعني إذا عندك شيء تبي تقولي لي، سواء المرشدين الحاليين أو المرشدين اللي في المستقبل إن شاء الله جايين، لو في شيء تبي تقولي لهم. أتمنى 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 إنه فعلا مرشدين المدينة نحافظ على هويتنا، نحافظ على خاصة المرشدات المدينة، نحافظ على أشياء كتير فينا. يعني أوكي إحنا كلنا فضل الله عز وجل يعني مهتمين بأشياء كتير، بالموضة وبالأشياء الحديثة، بس لما أكون مرشدة في المدينة أراعي إرشاد المدينة، أراعي الزائر اللي بيجي بينظر لي، لأن أنا بمثل المدينة، بمثل أهل المدينة كلهم كيف كانوا وكيف عايشين وكيف حيصيروا. أتطور ما أقول لا، بس بحدود قدسية المدينة أتمنى هذا الشيء. الله يعطيك العافية.